نعم. ذكرت بالنسبة لقضية الدعاء أو رفع اليدين عند الدعاء أن حال السلف والصحابة وأهل العلم في ذلك أنهم كانوا يدعون قبل السلام، قضية رفع اليدين يعني بعد الصلاة هل هذا فريضة والنافلة كذلك أن الأفضل الإنسان يدعو وبارك قبل الله السلام؟ فيك، أصلا من رفع اليدين؟ لا تسأل عن رفع اليدين بعد الصلاة، اسأل عن الدعاء بعد الصلاة هل هو مشروع ولا لا. نقول هو غير مشروع، لأن الله تعالى قال فإذا قضيتم الصلاة كمل فاذكروا الله، ما قال فادعوا، فلا محل للدعاء بعد الصلاة. محل الدعاء قبل السلام، لأن النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم كان يعلم أصحابه التشهد ويقول ثم يدعو بما شاء، فجعل الدعاء قبل السلام، وأوصى معاذ رضي الله عنه أن يقول بعد التشهد الأخير قبل السلام اللهم أعني على ذكرك وشكرك وحسن عبادتك، وهذا دعاء. ثم إن المعنى يقتضي هذا، الإنسان ما دام يصلي فهو يناجي الله، وإذا انصرف من الصلاة انتهت المناجاة، فهل الأولى أن تدعو وأنت تناجي الله أو بعد أن تنصرف من المناجاة؟ الأول أولى، ولا فرق بين الفريضة والنافلة. ودعاء حديث الدعاء بين الأذان والإقامة لا يرد. نعم، حديث الدعاء بين الأذان والإقامة لا يرد. نعم صحيح، تبي تدعو بعد السنة التي قبل الإقامة لا لأنه بعد السنة ولكن لأنه محل الإجابة، هذا لا بأس، وارفع يديك إلى أن يقيم الصلاة. ولو دعا الإنسان قبل السلام لو استمر يدعو طويلا يدعو بما لا بأس، يدخل في الحديث.